لما قمنا به نهاية عام 2019، وذلك بوضع حجر الأساس لبناء منشأتي الرياضية في نادي الجيش الرياضي. أول وحدة كانت المسبح المغلق، والثاني هذا القاعة الرياضية المغلقة. والحمد لله اليوم افتتحنا المشروع الثاني اللي هو قاعة رياضية مغلقة تشمل ألعاب عديدة، منها كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة وغيرها من الألعاب الأخرى. وإن شاء الله احنا ماضين في تطوير هذا النادي العريق من أجل أن نرفع مستوى الجيش رياضيا، له تجارب جيدة يعني بالماضي وبالحاضر، وإن شاء الله بالمستقبل تكون أفضل، وإحنا متابعين بشكل مستمر.